فيك؟ ترى امزح يا اخوان، والله عادي بقوم اذبح وصله غدا، بس اني ما اخذ اوف اليوم. لو انكم علمتوني انكم تصرخون هذا اليوم كان ما تروشت ولا بدلت ملابسي. والله اني اتكلم صدق. فعلا صح. قد نشت سعد قلت ايش علمك؟ قال لا بنخليها بكره. بكره مسوي الاول اتفقنا على بكره. ها والله دخلت روشت وتغسلت وجيت اجلس، فجاه اصرخ واذبح ما عندي.